السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again my dear students of years of first year secondary. Here is Miss Iman Daaz keeping my promise to tell you the secret of superiority. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وعلى وعدنا هنعرف مع بعض سر التفوق. Today إن شاء الله we will go through revision 3 and I think you will you are relaxed today because you have been examining for some days before. أعتقد إن إحنا إن شاء الله أعصابنا هادية دلوقتي ونقدر إن شاء الله نستوعب واحدة واحدة لأننا مرينا بالامتحان خلاص كذا مرة، والإنجليش إن شاء الله ما فيهوش مشكلة. As long as it's a language زي ما قلنا هي لغة، وفي الآخر أنت بتمتحن في كل اللي أخدته في حياتك، فوأنت عندك رصيد في الكلمات والجرامر والإنفورميشن اللي أنت درستها والتوبكس، فإن شاء الله you will find it very easy. Let's start together. هنبدأ مع بعض بأول نوع من الأسئلة in the exam paper, that is translation. وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا we have two kinds of translation, translate into English and translate into Arabic. Let's start together كده، نبدأ مع بعض بأول نوع translate into Arabic. نشوف مع بعض كده. طبعا زي ما قلنا المفتاح في الحل هو ان انا اقرأ كويس قوي الجملة واستوعبها to give an overall meaning عشان ادي معنى شامل وما سيبش اي كلمة تقع مني. اوكي، ولو اي كلمة انا مش عارفها فانا بدي المعنى العام وما بسيبش فراغات في الترانسليشن بتاعتي. Let's start together. Number one, we should cooperate with census researchers by giving them correct data. اوكي، يبقى we should، احنا زي ما اتفقنا بنقول in Arabic ممكن نقول جملة فعلية وجملة اسمية عادي جدا، يبقى ممكن ابدأ بالفعل. فلو قلنا we should يبقى yes يجب علينا. اوكي، يجب علينا cooperate ان نتعاون طبعا، رغم ان مفيش كلمة ان هنا، لكن زي ما اتفقنا احنا بندي روح الarabic في الترانسليشن بتاعتنا بحيث اللي يقراها يعرف ان دي يعني حاجة originally كده Arabic من الأساس مش حاجة مترجمة. يبقى يجب علينا التعاون أو أن نتعاون مع census researchers، وزي ما قلنا اللي هم باحثي التعداد السكاني. أوكي، researchers اللي هم باحثي census التعداد السكاني. إزاي؟ بإعطائهم، by giving them، بإعطائهم، كل دي كلمة واحدة للتلات كلمات زي ما قلنا. أنا بدي المعنى in Arabic مش شرط كلمة قصاد كلمة in English تبقى تقابلها بالظبط كلمة زيها in Arabic، لكن أنا بدي معنى العام. By giving them، بإعطائهم correct data، زي ما قلنا ببدأ بالموصوف الأول in Arabic، بإمدادهم أو بإعطائهم بيانات صحيحة. يبقى أنا كده عرفت المعنى العام وأقدر أترجم. نقدر نعمل كده، ممكن على الأقل نعملها مرة كده in pencil الأول بالرصاص، ولما أكون sure من الإجابة خلاص بمسحها وأعملها طبعا in pen عشان إيه to avoid mistakes، نتجنب الأخطاء. فنبدأ مع بعض نقول يجب علينا اللي هو طبعا we should، يجب علينا التعاون مع باحثي التعداد السكاني. بإيه بقى؟ بإعطائهم، أو ممكن أقول بإمدادهم، بإعطائهم بيانات صحيحة. okay. يبقى كده أنا ترجمت we should cooperate with census researchers by giving them correct data، يجب علينا التعاون أو أن نتعاون مع باحثي التعداد السكاني بإعطائهم بيانات صحيحة. يبقى أنا كده اديت overall meaning. نشوف جملة تانية. Drought, wars and regional conflicts can lead to food shortages. Drought جاية من الفعل dry. اوكي، لو خدنا كده أصلها جاية من الفعل dry اللي هو طبعا جاية دي adjective صفة اللي هي ايه dry اللي هو جاف. اوكي، dry جاف، هي بقى منها اللي هو dry جاف. ايه الجفاف؟ يعني ايه drought اللي هو طبعا shortage in rain، طبعا اللي هو عدم المطر كتير، يعني ما بيكونش فيه مطر كتير.
wars زي ما اتفقنا wars اللي هي الحروب معروفة and regional conflicts conflict صراع و conflicts طبعا صراعات و regional جاية من region region اللي هو الايه يس الاقليم region اللي هو الاقليم لو انا عارفة اصل الكلمات هتسهل عليا جدا region اللي هو الايه الاقليم اوكي لو انا قلت regional في الحالة دي بقت يس اقليمي يعني صفة regional في الحالة دي بقت ايه اقليمي اوكي يبقى دي في الحالة دي adjective regional يبقى اقدر اترجمها لو انا كده واحدة واحدة وحاولت اقرب لنفسي الكلمة دي اصلها ايه طب لو شلت كده حرف لو شلت حرفين افتكر كده يعني ايه اقرب كلمة ليها اوكي drought wars بنقول الجفاف والحروب والصراعات الاقليمية can lead to قد تؤدي تؤدي الى lead to يؤدي الى طبعا جاي منها leader قائد lead to food short تؤدي الى طبعا نقص الايه الغذاء مع بعض احنا بنقول ان انا الافضل ان انا ابدا بقول ان يس الجفاف بحط واحد اكتر منها قوي طبعا من ال or من الجفاف ان lead to can lead shortages طبعا انا عندي short قصير يعني نقص او عجز او short اللي هي الصراعات الاقليمية يمكن ان تؤدي الى نقص الغذاء ممكن حد يقول لي regional مثلا صراعات داخلية ماشي صراعات محلية اوكي كل دي بمعنى ايه اقليمية المهم ان هي ايه داخل ايه inside countries او كده يبقى دي ايه translate into Arabic now we will move to another kind of translation that it translate that is translate into English okay نشوف مع بعض كده لقد حقق ذو الاحتياجات الخاصة نجاحا عظيما في كل انحاء العالم زي ما اتفقنا في كلمات in Arabic ما بتقابلهاش اي كلمة بالايه بالانجلش او في كلمات زي لقد بتحيلي على طول ان دي ايه بستخدم لها present perfect مضارع تام بس قبل ما استخدم المضارع التام انا اتفقت معاكم قبل كده انه there is no جملة اسمية there is no جملة فعلية in English there is no جملة فعلية in English يبقى لازم ابدأ بايه yes بسبجكت I must start with a subject or a noun okay فنشوف مع بعض مين هنا السبجكت بتاع الجملة ياسمين الفاعل هنا ذو الاحتياجات الخاصة اوكي ذو الاحتياجات الخاصة كل دول هم الايه السبجكت فاعل الجملة اللي لازم ابدأ بيه يبقى اقول people طبعا اللي هم الناس people with special needs ذو الاحتياجات الايه الخاصة الناس اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة people with special needs لقد حقق بقى نيجي هنا بقى الفعل يجي هنا الverb يجي بعد كده يبقى number one السبجكت number two يجي الايه الverb لان there is no جملة فعلية in English people with special needs عايزين بقى نجيب present perfect have حققوا yes achieved excellent achieved great طبعا نجاحا عظيما زي ما قلنا بعكس في الانجليش غير العربي بجيب الاول الادجكتيف وبعد كده الناون الايه الموصوف have achieved great success طبعا نجاحا عظيما great success
all over the world في كل أنحاء العالم. دي جملة على بعضها كده ببقى أنا عارفها اللي هي في كل أنحاء العالم all over the world. All over the world. Again. لقد حقق ذوي الاحتياجات الخاصة نجاحا عظيما في كل أنحاء العالم. يبقى ذوي الاحتياجات الخاصة people with special needs have achieved great success all over the world في كل أنحاء العالم. نشوف another sentence. شوف جملة تانية. الفقر والحروب والكوارث مثل الزلازل هي الأسباب الشائعة وراء الأطفال المشردين. اوكي احنا زي ما اتفقنا هنفتكر بقى هنا القاعدة اللي قلنا عليها. ما اقدرش اقول و و و and 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 بتقابلها نو. خلي بالي بقى هنا استخدم اللست اللي هي ايه كوما كوما and قبل الايه الاخيرة before the last word only. طيب نبدأ مع بعض. الفقر جاية من كلمة. طيب نفتكر كده مع بعض. حد مش عارف الفقر يعني ايه نقول طيب كلمة سهلة علينا زي poor فقير. اوكي poor دي adjective بمعنى فقير. طيب انا مش عايزة فقير ده انا عايزة النون منها اللي هو الايه الفقر اللي هي ايه yes poverty poverty. اوكي poverty قريبة منها بقربها لنفسي حتى وانا بحفظ عشان تبقى ايه تبقى سهلة علي. نكمل مع بعض. poverty والحروب طبعا wars كلنا عارفينها والكوارث اللي هي disasters disasters. طبعا بعمل كده between commas like earthquakes اللي هي الايه الزلازل هي الاسباب الشائعة. شائعة يعني منتشرة يعني معروفة يعني common. اوكي وراء الاطفال المشردين واحنا اخدنا قبل كده المشردين يعني ايه مشرد يعني ايه طفل مشرد يعني he has no home he has no home home. اوكي ملوش بيت. يبقى بكل بساطة اقول على المشرد yes homeless homeless. اوكي طيب نشوف مع بعض كده نترجم بقى كده واحدة واحدة. اول حاجة yes poverty اللي هي الفقر poverty منساش yes comma wars هنا قبل الاخيرة yes اقول and disasters بين قوسين كده او بين commas اللي هي like او as like طبعا هنا بمعنى مثل مش يحب طبعا like هنا او as طبعا بمعنى مثل like earthquakes كلنا عارفين الارض اللي هي الearth وquakes بزودها عليها تبقى الايه الزلازل. اوكي poverty wars and disasters like earthquakes اوكي are هي الاسباب الشائعة. هنا ما عنديش فعل تكون لان انا اتفقت معاكم قبل كده او قلنا مع بعض قبل كده في الحلقات بتاعتنا انه انا ما بجيبش الفعل تكون صريح في المضارع. اوكي لكن انا لازم اجيب فعل في الانجليش. اوكي يبقى اقول ايه هي الاسباب الشائعة are the common causes common causes. اوكي الاسباب الشائعة common causes of homeless اطفال الايه المشردين homeless children. اوكي تاني مع بعض. الفقر poverty الحروب wars كوارث مثل والكوارث مثل الزلازل and the disasters like earthquakes are the common causes الاسباب الشائعة. ممكن حد يقول ممكن استخدم reasons يا مس. اوكي بس في الحالة دي اخلي بالي اقول the common reasons for لان انا عندي reason for و cause of reason for و cause of homeless children الاطفال الايه المشردين. again الفقر والحروب والكوارث مثل الزلازل هي الاسباب الشائعة وراء الاطفال المشردين. poverty wars and disasters like earthquakes are the common causes of homeless children. يبقى زي ما قلنا انا بقرب لنفسي الكلمة وما فيش حاجة ان شاء الله هتبقى صعبة لانه من الاخر هو من الدومين اللي انت درسته يعني حتى الفوكاب نفسها اللي بيحط الامتحان بيبقى حريص ان هو من الفوكاب اللي مقررة عليك السنة دي اذا ما كانتش من السنين اللي قبل كده. اوكي
اوكي. لكن طبعا الاولويه للفوكاب وللموضوعات اللي هي مقرره عليك in first year. Let's move تاني عشان برضو موضوع الترجمه لسه شويه انتوا بتجوا في you find it difficult. فناخد كمان ترجمه translate into Arabic. Your brain stores past memories and this makes learning and remembering possible. Again, your brain stores, your brain اللي هو مين؟ Yes, المخ بتاعك او العقل. Stores, انا عندي store مخزن و store يخزن. يبقى العقل البشري او عقلك يخزن past memories اللي هي الايه الذكريات، ذكريات الماضي. And this makes وهذا يجعل او مما يجعل learning التعلم and remembering التذكر. انا عارفين remember كلنا remember يتذكر، remembering يبقى التذكر، possible ممكن. نترجمها بقى مع بعض كده، نقول ان عقلك يخزن ذكريات الماضي. حد يقول لي ممكن اقول يا مس الذكريات الماضية؟ اوكي no problem. المهم تدي نفس الايه المينينج، ان عقلك يخزن ذكريات الماضي وذلك يجعل، طبعا make يعني يجعل، makes learning يجعل التعلم والتذكر ممكنة، possible ايه ممكنة، ممكنا طبعا. اوكي ان عقلك، ان نقرا تاني مع بعض الانجليش. first your brain stores past memories and this makes learning and remembering possible. اوكي ان عقلك يخزن ذكريات الماضي وذلك يجعل التعلم والتذكر ممكنا. خلي بالنا في فرق بين learning التعلم وفي هناك teaching التعليم. يبقى في teaching لو انا قصدي التعليم ان انا بعلم حد تاني او حد بيعلم حد تاني، لكن التعلم من الذاتي يبقى learning. اوكي يبقى students learn و teachers teach. طيب نشوف another برضو nice sentence، ممكن جملة تانية برضو تجيلنا. The photographic memory is the ability to remember something by looking at it. Photographic memory احنا خدناها في انواع الذاكرة اللي هي الايه الذاكرة المصورة، الذاكرة الايه المصورة او الذاكرة التصويرية. Is the ability هي القدرة، احنا خدنا قبل كده able to اللي هو يستطيع او قادر على، ability اللي هي بقى النون بتاعتها المقدرة او الاستطاعة، to remember على تذكر something شيء by looking at it بمجرد النظر ايه اليه. اوكي يبقى برضو ممكن اقول الذاكرة الفوتوغرافية، ممكن اقول ان برضو ممكن ما اقولهاش عادي، الذاكرة الفوتوغرافية او التصويرية، تصويرية او فوتوغرافية لو عايزين تكتبوها like as it is برضو صح. الذاكرة التصويرية هي القدرة على تذكر الشيء بالنظر إليه. اتفقنا انه الناس different يعني types، انه we have different types of people. في ناس بتتذكر by numbers بالارقام، في ناس تتذكر باي زي ما قلنا زي كده photographic memory، مجرد ان هي حتى لما يجي يوصف لك يقول لك مثلا هتمشي في الشارع هتلاقي شجرة، هتلاقي محل، هتلاقي سينما and so on. اوكي دي بسميهم اللي هم عندهم ايه photographic memory. في ناس تتذكر بالارقام، في ناس تتذكر بالdrawings بالرسم and so on. ودي طبعا من اهم الدروس برضو اللي موجودة عندنا in your course طبعا في المنهج بتاعك. Let's move tiny to another kind of translation that is translate into English. Okay, نقرأ كده مع بعض. تستطيع أن تعبر عن نفسك طالما أنك تحترم الآخرين. So simple، بسيطة خالص، ونمشي معاها واحدة واحدة. تستطيع اللي هو مين؟ لما أجي أبدأ كده بفاعل في الإنجليش تستطيع أنت طبعا. Okay، يبقى أقول you can. Okay، you can يعبر express يعني ايه express yourself عن نفسك على طول، express yourself على طول، express yourself طالما يعني as long as. اوكي
أنك تحترم الآخرين as long as you respect others. So simple وبمشي معاها واحدة واحدة وبفتكر كده وزي ما قلنا write in pencil first then in pen. ومعنا وقتنا إن شاء الله هيكون كافي. Let's start كده together. نبدأ مع بعض. تستطيع أن تعبر عن نفسك. نقول you can express yourself طالما as long as. طبعا انا بكتبها كده شوية بعيدة عشان ايه تبقى يعني ايه تطبع كده في ذهنك انه as long as دي كلمة ايه طالما. اوكي as long as انك تحترم الاخرين as long as you respect others. اوكي again تستطيع أن تعبر عن نفسك طالما أنك تحترم الآخرين. You can express yourself as long as you respect others. Okay? أو the others. No problem. We have a very nice برضو sentence. جملة مهمة جدا و common وشائعة في our life today. مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. لذا يجب علينا استخدامها بحكمة. مواقع التواصل الاجتماعي كلنا عارفين اللي هي social communication sites. Social طبعا اللي هو اجتماعي جاي من society اكيد المجتمع. Social communication sites اللي هي مواقع منها قبل كده الحلقة اللي فاتت. كل دي هو الفاعل كل ده الفاعل بتاعي لازم اجيب فاعل. مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين ما ينفعش اقول ويبون على طول لازم اجيب فعل ان انجلش. اوكي لان احنا اتفقنا انه ان عربك ممكن المعنى يوصل من غير ما استخدم فعل بشكل مباشر. اوكي لكن هنا لو انا جيت قلت مواقع التواصل الاجتماعي عايز اجيب بقى فعل هنا هي سلاح ذو حدين او تكون سلاح ذو حدين. يس يبقى اقول ايه ار يبقى هنا الفعل بتاعي اللي انا استخدمته ار يس ا دبل edged وخدناها برضو الحصة اللي فاتت are a double edged double edged سلاح ذو حدين weapon طبعا سلاح ذو حدين double edged ذو حدين. اوكي هنا بقى باخد كومة واكمل اقول so we should يجب علينا we should use them طبعا اللي هي ايه نستخدمها اللي هي ايه مواقع التواصل الاجتماعي. ما انساش الهاء دي اعوض عنها بايه بذم لان هي من الحاجات اللي مش بتتحذف لازم تبقى موجوده. So we should use them بحكمه. الحكمه عندي اللي هي wise. اوكي وبحكمه ازود عليها ال واي wisely بحكمه. Again مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين لذا يجب علينا استخدامها بحكمة. Social communication sites are a double-edged بلاش ايه هنا الافضل ان نشيل ايه خلينا نقول are double-edged weapon على طول لانه شوية انا بعبر عن حاجات جمع are double-edged weapon so we should use them wisely. اوكي يبقى زي ما اتفقنا write it in pencil then make sure and revise your answer وبعد كده let's move it أو let's make it in pen عشان ما نخسرش أي درجة. Let's move to another kind of questions. عندنا نوع تاني من الأسئلة اللي هو new موجود أول مرة هتشوفوه in the exam paper this year. That is the passage اللي هي قطعة and we have four spaces أربع فراغات and we put أو complete each space with one word. ممكن زي ما اتفقنا قبل كده يكون الورد دي عبارة عن preposition حرف جر ممكن يكون verb ممكن يكون noun ممكن يكون adjective ممكن يكون كمان article مجرد a أو an أو the. اوكي هي الفكرة بس زي ما قلنا ان I must read from the very beginning till the full stop. لازم اقرأ الباسج كلها على بعضها to get the meaning and prepare myself for the answer. Let's start together. نبدأ مع بعض. Here we have the question here. Complete each space with one word. زي ما اتفقنا هو كلمة واحدة بس في عندي A, B, C دي وانا مزودة من عندي E كمان لكن الاسترشادي او اللي هو الاكزام الجايد اكزام اللي نزل لنا
كان هو فيه بس 4 spaces. اوكي نقرا مع بعض كل الباسج على بعضها then we complete. Ibrahim and I don't always agree space each other. يعني إبراهيم وأنا مش دايما أو دايما مش بنتفق إيه مع بعض. Okay. Maybe that's why we space friends. ممكن يكون ده هو سبب إن إحنا أصدقاء. Our characters aren't the same. أنا إحنا شخصياتنا مش زي بعض. Characters طبعا هي الشخصية وبتتقال character كمان على الشخصية in a novel. على الشخصية كشيء معنوي شخصيتي أنا أو على الكاركترز اللي هي موجودة الأشخاص الـ people أو الـ persons in a novel or a play اللي موجودين في مسرحية أو في قصة. Aren't the same مش نفس الشيء. إبراهيم is a relaxed person. إبراهيم شخص relax خالص متأني يعني أو أعصابه هادية. But I'm nervous لكن أنا في الحقيقة I'm nervous أنا عصبي and worry space everything وبقلق على كل شيء. إبراهيم and I go to the same school. أنا وإبراهيم بنروح the same school نفس المدرسة. But we aren't good with space the same subjects. مش إحنا لكن طبعا مش كويسين في نفس المواد يعني كل واحد كويس أو متميز في مادة معينة. We like doing the same things. بنحب نعمل نفس الأشياء كبقى كأكيد كهوبيز يعني كهوايات. For example we with space enjoy athletics. احنا الاثنين بنستمتع بالاثليتكس اللي هي الرياضات الايه الاثليتكس. طيب نبدا مع بعض كده. ابراهيم اند اي احنا كده قرناها مع بعض كامله وفهمنا المعنى. نبدا بقى مع بعض في الحل. ابراهيم اند اي dont always agree space each other. يس سمع حد بيقول لي يا مس على طول agree with. معظم الاحيان يس اجري وذ لكن طبعا بخلي بالي كويس قوي لان في اجري تو اجري ات والحاجات دي بس هي يعني most of the cases معظم الحالات بقول اجري وذ each other. اجري وذ يبقى هنا بقول وذ. اوكي اجري وذ. Maybe that's why we space friends. ممكن يكون ده لاننا ممكن يكون ده السبب ان احنا ايه اصدقاء. We space friends. لسه انا قايله في الترانسليشن ان الجملة in English لازم يكون فيها فعل. يبقى اقول maybe that's why we exactly we are friends. We are friends. Our characters aren't the same. خلي بالنا ممكن يجي لي يقول لي the space. يبقى انا عارفة انه ده ايه the same مش نفس الايه الشيء. Ibrahim is a relaxed person but I'm nervous and worry space everything. Yes exactly. حد يقول لي يقلق على يمس يبقى worry about. Exactly يبقى and worry about everything. Ibrahim and I go to the same school but we aren't good space the same subjects. Yes exactly. لما اوصف شخص ان هو كويس في مادة او كويس في شيء معين فبقول good at. Good at yes. يبقى هنا هقول 8. We like doing the same things. بنحب نعمل نفس الأشياء. For example we space enjoy athletics. شوية دي عايزة تركيز. بنقول ان احنا الاثنين بنستمتع بايه بالأثليتكس. يبقى اقول we both. We both yes enjoy athletics. يبقى زي ما احنا شايفين هي قايمة على البروبوزيشنز اللي احنا حافظينها. فاكرين لما كان في كل قسم من اليونتس كده في الابيسودز بتاعتنا اللي قبل كده كنا بنقول انه في كولوكيشنز. كولوكيشنز يعني ايه؟ يعني كلمات ممكن فعل يجي مع نون معين او فعل يجي مع بروبوزيشن معين. دي الحل بتاعها ان احنا نراجعها كويس قوي ونبقى اوير بيها to get it all the time like this very easily. اوكي يبقى agree with, we are friends, worry about, good at, we both enjoy athletics. Okay. Let's move كمان example على نفس النوع من الأسئلة اللي هي complete each space with one word. Complete each space with one word بكلمة واحدة. برضو very nice passage. برضو قطعة كويسة جدا. I moved to live in a small village.
in the city the traffic was terrible. بيقول شخص بيوصف بقى حياته، بيقول ان هو، لان احنا عارفين ان احنا عندنا اليونت city or countryside اللي هي مقارنة بين الحياة في الريف والحياة في المدينة، وقلنا ان كل واحدة ليها pros and cons، مميزات وعيوب. I moved to live in a small village. انتقلت للعيش في مدينة صغيرة. In the city and the traffic was terrible. كان الترافيك اللي هو المرور في المدينة كان مريع أو فظيع أو يعني مزعج. Now I can drive space work in about 5 minutes. دلوقتي أنا أقدر أسوق طبعا، أو المقصود بيها أن أنا أروح بالعربية للشغل. In about 5 minutes، في حوالي 5 دقايق. Before I got there, I got here. قبل ما أجي هنا I thought I might find it too boring in the countryside. بيقول قبل ما اجي هنا الفيليج كنت متخيل ان الدنيا هتبقى هنا very boring، يعني مملة جدا في الريف. I have really space to it. Okay, I have really، ده تعبير اخدناه مع بعض في الابيسودز اللي فاتت، وقلنا معناه ان انا خلاص اتعودت على الشيء ده، او I started to love it. I started to love it هو تعبير على بعضه كده هنقوله. I have really space to it. It's so peaceful with fresh space. طبعا الدنيا هنا امان او سلام. With fresh طبعا مشهورة الكانتريسايد بفريش ايه، هنقولها مع بعض. I have felt it. وعندي برضو التعبير الاكسبريشن اللي خدناه قبل كده، feel it وspace. Because everyone is so friendly. لان كل الناس اللي هنا friendly ودودين، انا حاسس ان انا في بيتي. اوكي نشوفها بقى مع بعض نكمل. I moved to live in a small village. In the city, the traffic was terrible. Now I can drive. Space work. Exactly. Yes, I can drive to work. طبعاً, I can drive to work in about 5 minutes. Before I got there, I thought I might find it too boring in the countryside. But I have really, yes, taken to it. Have taken to what؟ يعني بدأت ايه احبها او اتعود عليها. I have really taken. I have really taken to it. يعني بدأت ايه اخد عليها او اتعود عليها، زي ما بنقول كده in Arabic. يبقى have really taken او have taken to it. It's so peaceful with fresh. حد يقول لي fresh air. Okay. Fresh water. Okay. الاثنين صح. بس طبعا اشهر حاجة في الفيليج fresh air طبعا، لانه there is no pollution like the one in the city. طبعا مش زي اللي في الايه في السيتي. I have felt it. حسيت ان انا في بيتي. Yes, I have felt it. Yes, home. حتى لما باجي كده اعزم على حد في البيت، او خلوه يعني خليك انت في بيتك، يعني بقول له feel at home، خليك على راحتك يعني. اوكي يبقى feel at home بمعنى حاسس ان انا في بيتي، او حاسس ان انا ايه على راحتي في المكان ده. يبقى انا عندي drive to work. I have really taken to it. Fresh air and felt at home. So simple زي ما قلنا، ومن الكولوكيشنز اللي موجودة عندنا in the student book طبعا. Again another passage، جملة تانية برضو، عشان ده احنا قلنا ده نوع جديد شوية من الأسئلة فنركز عليه معاكم. To be يعني كل يعني as much as you can practice it. يعني حتى لو همسك كده الكتاب وابدأ أشيل فراغات كده لنفسي وأقدر أكمل الجملة، it's okay. ده نوع من البراكتس برضو. Okay. نكمل مع بعض نشوف برضو. Complete each space with one word. هنكمل برضو بكلمة واحدة. Shakespeare had started space plays in 1588 and for the next 17 years he wrote 2 plays space year. بنقول شكسبير بدأ طبعا، عايزين نقول كتابة المسرحية. plays هنا play مش يعني يلعب، play يعني مسرحية. In 1588 في 1588 for the next 17 years مع ال 17 سنة اللي بعد كده he wrote 2 plays، بدأ يكتب مسرحيتين space year. عايز اقول في السنة. okay. A lot of them space performed طبعا كتير منهم performed. yes عايز اقول تم تمثيلهم او ادوا at the Globe Theater near
جلوب تياتر، ده طبعا اسم المسرح اوكي اللي كان بيشتغل فيه شكسبير، وكانت بتتمثل عليه معظم مسرحياته. نير وسبيس ريفر تيمز، شوف ايه برضو الناقص هنا قبل كلمة نهر التيمز التايمز. His five most famous plays، من أشهر خمس مسرحيات لشكسبير هما روميو أند جولييت، The Midsummer Night's Dream طبعا حلم ليلة صيف، هاملت معروفة، كينج لير الملك لير، ان ماكبث ودي برضو اسم الملك او من اشهر برضو المسرحيات لويليام شكسبير، سبيس 1606 اللي هو 1606. نبدأ مع بعض نحل. احنا كده فهمنا ان احنا هنركز او هنفكر مع شكسبير. شكسبير had started، yes عايزة اقول بدأ كتابة yes plays in 1588. طيب انا عندي هنا افكر في حاجتين، هفكر في الفعل وهفكر في حالته ايه بعد started. اوكي يبقى started هنا بيجي بعدها فعل وفي ing، لان انا بقصد الاكشن نفسه. اوكي يبقى اقول شكسبير had started، هقول write وهضيف لها ing، يبقى started writing. yes started writing plays in 1588. For the next 17 years he wrote two plays، عايزة أقول في السنة. okay he wrote two plays yes a year. a year يبقى just a، a معناها per، per year okay يعني في الايه في السنة. a lot of them space performed at the Globe Theater، عايزة أقول إنه كتير منهم تم تمثيلهم. لو انا قلت performed بس يبقى المسرحيات هي اللي مثلت نفسها، لكن انا عايزه passive وpassive in the past. اوكي يبقى اقول a lot of them yes، اجيب بقى verb to be لازم عشان يبقى passive، يبقى في الماضي were طبعا. ليه مش was؟ لان a lot of them جمع بتدل على plural جمع. a lot of them were performed at the Globe Theater near river Thames، طبعا اقول the river Thames، near the river Thames طبعا. his five most اللي هم اشهر المسرحيات، وهنمشي لحد end Macbeth، space 1606 طبعا احنا دي year سنة من السنين، واحنا طبعا عارفين انه قبل السنين بناخد ايه yes in. okay in. طيب دي هي زي ما قلنا النوع الثاني من الاسئله اللي هو بكمل الباسج، وده زي ما قلنا very easy، والsecret of superiority فيه ان انا اريد carefully، we read carefully the passage from the very beginning till the end and then we start to write the answer. وزي ما قلنا any word can be missing here، preposition، noun، adjective، article، كل ده وارد زي ما اتفقنا. verb زي where والحاجات دي. طيب let's move to another kind of questions، برضو نوع تاني من الاسئلة it needs to be concentrated on، برضو محتاج ان احنا نركز عليه لانه شوية الاختيارات لازم تبقى برضو مذاكر كويس او الجرامر وعارف كويس او الفوكابولري and how to use them، وازاي استخدمهم in a sentence، لان ممكن يجي لي شوية choices قريبين من بعضهم. اما اكون اوير قوي بالقاعده او اوير قوي بالفوكابولري اللي عندي واستخدامها في الحاله دي I can choose correctly. يبقى الكويستشن هو اللي بننقل ليه دلوقتي اللي هو question choose the correct word. choose the correct word. number one Manel space her lunch when the phone rang. when the phone rang Manel is eating. Manel eats. Manel ate. Manel ate. Manel was eating. اوكي نشوف مع بعض ايه القاعدة اللي عندي هنا. yes انا بخلي بالي ان القاعدة اللي عندي هنا هي قاعدة when، واحنا اتفقنا قبل كده نفتكر مع بعض ان عندي قاعدتين في الماضي البسيط والماضي المستمر لازم نبقى aware بيهم. لو انا عندي while، لو انا عندي while في الحالة دي بيجي بعدها verb 1 و verb 2. اوكي اتنين action بيحصلوا مع بعض او حدث طويل بيقطعه حدث تاني اقصر منه. while هنا بيجي بعدها yes was or were plus verb plus ing. okay يبقى هنا ده بسميه ايه past continuous، بسميه past continuous. past continuous ماضي مستمر.
والفعل اللي بعيد عنه اللي هو verb number 2 بيجي لي verb في ED أو الverb في التصريف الايه التاني، وده بسميه past. yes past simple past simple الاثنين past، بس زي ما قلنا لو انا تخيلت ان ده التايم لاين وده حدث حصل في الماضي وانتهى خلاص، برضو ده الوقت الحاضر ملناش علاقة بيه خالص، ده حدث اوكي حصل في الوقت الماضي وانتهى، لكن وهو بيحصل في الماضي برضو كان جه اكشن كده قطعه شوية اوكي وكمل لحد ما ايه ما انتهى اوكي. يبقى دي عندي اللي هو الاكشن ده نفسه ده past simple ماضي بسيط، الاكشن اللي قطعه ده بسميه past continuous ماضي مستمر. تمام، يبقى هنا عندي while past continuous و past simple. طيب لو انا بقى جات لي when بعكس، when عكسها، when بعكس بجيب بقى yes past simple اللي هو الفعل في التصريف الثاني، بس فعل في التصريف الثاني، والبعيد عنها yes بجيب طبعا past continuous اللي هو الايه الماضي المستمر. تمام، يبقى نرجع بقى تاني كده للجملة بتاعتنا. انا عندي قاعدة when، احنا اتفقنا ان when بيجي بعدها اهي past the phone rang the past ايه past simple past simple اوكي. يبقى انا بقي لي ايه yes بقي لي past continuous الماضي المستمر. is eating no، لانه is eating the present continuous مضارع مستمر وده مش مطلوب. eats the present simple برضو مش مطلوب. ate the past simple مش ده المطلوب برضو. was eating yes هي الcorrect answer. ليه؟ لان انا عندي was eating هو الpast continuous الموجود ايه عندي والمطلوب. يبقى الجملة على بعضها منال was eating her lunch when the phone rang. منال was eating her lunch when the phone rang. يبقى هنا when بعدها past simple والبعيد عنها past continuous. نمبر 2 هنا طبعا قاعدة F، ودي من الحاجات طبعا الوارد كتير تيجي لنا في الامتحان لانه it's very important. نمبر 2 if I swim in the sea if I swim in the sea I always space cold. هنا انا عندي swim the present simple okay I always space feel cold feels cold felt cold or feeling cold. طبعا انا عندي هنا دي present simple وعندي always ودي حقيقة عن نفسي، فانا بعملها مضارع بسيط مضارع بسيط اللي هي الحالة zero condition. لو نفتكر قلنا في حالة التعبير عن روتين او facts حقيقة، في الحالة دي انا بستخدم present simple بعد if و present simple برضو كمان في الجملة التانية. يبقى اقول if I swim in the sea I always feel yes I always feel cold. دي حقيقة عن نفسي. Number 3 if we lived in England برضو if، لكن هنا lived past simple، هنا lived past simple ماضي بسيط. نفتكر مع بعض كده حالة if مع الماضي البسيط، if ماضي بسيط، if لما كان بيجي بعدها past simple yes كان الفعل التاني لازم يجي فيه would yes plus infinitive would plus infinitive. بالمرة بقى لو جالي if past perfect ماضي تام اللي هو had والpast participle التصريف الثالث للفعل، في الحالة دي بيجي لي would وما اقفش بقى عند infinitive، لا اقول would have plus past participle. طالما جالي هنا اهو past participle و had يبقى هنا لازم يجي have و past participle طبعا معها ايه would. نشوف كده جملتنا if we lived in England we speak English every day. هدور طبعا على would والمصدر speak will speak would speak or spoke، على طول باخد would والمصدر طالما انا هنا عندي مع if past simple. بس برضو زي ما قلنا read carefully، الحل ان نقرا carefully عشان اتاكد ان ده فعلا past simple اوكي، لان في حاجات كده بتبان كانها past simple لكن في الحقيقه بتطلع صفه او something like this. Number 4 نيل ارمسترونج was the first space to walk on the moon. طبعا نيل ارمسترونج هو اول astronaut عالم فضاء، or geologist عالم جغرافيا
متخصص في الجغرافيا يعني، expert خبير، pilot طبعا طالما الموضوع متعلق بذا مون وذا سبيس يبقى على طول بياخد yes astronaut. طب حد يقول لي geologist؟ yes، لما يكون حاجة متعلقة بالمثلا remote sensing underground water حاجة بالجيوغرافي يبقى geologist. يبقى طبعا نيل أرمسترونج was the first astronaut عالم فضاء. yes. number five، Nadia fell and cut her arm but she didn't cry she was very space. طبعا ناديا وقعت وجرحت دراعها او ذراعها yes but she didn't cry، لكن هي ما عيطتش and she was very yes. عايزه صفه بقى كده قويه شجاعه، يبقى very fit very brave very ordinary very active. ناخدها كده active نشيطة، ما تمشيش في المينينج هنا، ordinary عادية هي مش عادية، brave شجاع، ولا fit جسمها كويس يعني او لائقة بدنيا. yes she was very brave. انا عندي هنا المعنى brave يعني شجاع. number six، the farm has very good space. المزرعة فيها ايه كويس جدا، so plants grow very well there. عشان كده النباتات بتنمو بشكل كويس في المزرعة دي، اكيد عشان النباتات تنمو محتاجة good space or good depths or good soil or good cells. نترجمهم كده مع بعض، space يعني فضاء مش كفاية for good plants طبعا، depths زي ما اتفقنا قبل كده البي سايلنت اللي هي بمعنى ديون، soil اللي هي التربة، cells اللي هي الخلايا. yes اكيد محتاجة good yes soil اللي هي الايه التربة الجيدة طبعا على طول، طالما plants يبقى محتاجين ايه good soil طبعا او fertile. على فكرة by the way لو انا ملقتش soil ممكن اقول مثلا the farm has very good او the soil is very fertile مثلا. اوكي fertile اللي هي ايه yes خصبة for طبعا برضو planting او growing plants. number 8، my best friend always tells the yes so I always believe that she says what she says. quotation tells that طبعا بقول ان صديقتي الحميمة يعني او القريبة مني على طول بتقول ايه عشان كده انا بصدق كل اللي بتقوله. tells the quotation tells the lie tells the moral or tells the truth. tells the quotation مقولة ودي مش ماشية قوي، tells the lie بتكذب طبعا مش معنى no، tells the moral بتقول الاخلاق، ولا tells the truth بتقول الحقيقة. exactly طالما I believe بصدقها يبقى she tells the truth بتقول الايه الحقيقة letter D. number 9، the scientist will space the water from the river to see if it's clean. طبعا بنقول ان العالم هيقوم بايه للمية عشان يتأكد ان هي clean نظيفة طبعا ولا لا. analyze يحلل، pour يسكب يدلق يعني، فريز يجمد، ولا ملت يسيح او يصهر يعني شيء. اكيد عشان العالم يتحقق ان المية دي clean or not he will analyze the water. وخدنا analyze يحلل. yes. number 10، I don't understand this math question it's very. انا مش قادر افهم المسألة دي، مسألة الرياضيات طبعا دي. it's very yes very powerful قوية بمعنى strong يعني، ولا very easy سهلة، ولا very complex معقدة، ولا very possible ممكنة. اكيد طالما I don't understand او I can't understand يبقى اكيد it's very complex طبعا معقدة. طبعا هو الميننج زي ما اتفقنا، الميننج طول ما انا عارف vocabulary فالدنيا بتبقى very easy بالنسبة لي. flu is a flu اللي هو الانفلونزا طبعا is a space that many people can catch. flu دوت عبارة عن ايه اللي ممكن اي حد من الناس يصاب بيه. الفلو ده هل هو دروت جفاف، ولا ديزيز مرض، ولا دونيشن تبرع، دونيشن طبعا تبرع ودونيت يتبرع، دي ممكن من الافعال اللي ممكن تجي لنا في الترجمة. اوكي يبقى نخلي بالنا كده منها، انا عندي الفيرب دونيت donate يتبرع. اوكي ده verb بمعنى يتبرع. اوكي وانا عندي donation التبرع، donation
التبرع. يبقى حد يقول مثلا التبرع بالدم مهم، يبقى اقول blood donation. blood donation تبرع بالايه؟ بالدم. اوكي. نرجع لجملتنا تاني، back to our sentence. flu is a، زي ما قلنا يبقى اكيد flu is a disease طبعا، واتفقنا مع بعض على كتابتها قبل كده، وقلنا كاني بقول this is، لكن طبعا في نطق disease yes مرض، او illness لو لقيتها برضو flu is an illness او is a disease and so on. don't leave your food on the table or it will space flies. ما نسيبش طبعا زي ما قلنا من ال، احنا اتفقنا ان عندي حاجتين مهمين جدا اللي هي hygiene and sanitation. hygiene الصحة الخاصة، وسانيتيشن الصحة الايه العامة. قلنا ان في very important instructions to follow، في تعليمات مهمة جدا لازم نتبعها، ومن اهمها ان don't leave your food on the table، ما سيبش كده فتافيت الاكل او الاكل عموما on the table، حتى مش يعني مش متغطي. or ليه؟ لان اللي ممكن يحصل it will attract it will space flies، ممكن تجذب الايه الذباب، وطبعا الذباب زي ما قلنا طبعا move a lot of germs، بينقل طبعا جراثيم كتيرة جدا. ف it will attract flies، هتجذب ال flies، ولا protect the flies، ولا take ولا hit. طبعا of course it will attract flies، بتجذب الايه الذباب. that all our times allows for today. here is Miss إيمان دعاس، بدعي لكم ان شاء الله كلكم تجيبوا ال full mark بإذن الله in English. don't worry، ان شاء الله you will get it. and اهم حاجه زي ما قلنا write carefully، نكتب بحرص، خصوصا في الاسي. بسرعه كده نقول ان الاسي اقل حاجه فيها 3 paragraphs، بيكون حاجه انترو مقدمه والموضوع نفسه بالتفصيل، وفي الاخر الايه الكونكلوجن اقل حاجه 3 paragraphs في الاسي. وبالنسبه للكومبرهنشن سهله برضو، وبحل من عليها الاسئله. thank you so much till we meet ان شاء الله. i wish you all the best and the success. thank you and goodbye.